السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحه وفي احسن حال. انا واخداكم جوله معايا النهارده في معرض نوفيل للاجهزه الكهربائيه. اجهزه سعرها قريب جدا وضمان ممتاز جدا جدا جدا، والصيانه بتاعتها قريبه. الاجهزه هنا كلها نوفيل عليها ضمان. يقولوا لك هم الضمان فين وبتاخدي المكان. المكان هنا بيديكي فاتوره ضريبيه جنب الضمان عشان تبقي ضامنه حقك. يعني انا لو اشتريت نوفيل من اي محل خارجي بره مش هيديني اللي انا هاخده من هنا، عشان كده الحاجه من مكانها بتبقى افضل مكان. عايزه اقول حاجه، احنا عندنا النهارده في خصم لمشتركين القناه لقناه شيماء الجوهري. لازم تيجي تقولي انا تابعة قناه شيماء الجوهري عشان تاخدي الخصم 10% على اي حاجه في المحل. عايزاكي قبل ما تتفرجي على الفيديو اشتركي في القناه، اعملي لايك، فعلي الجرس علشان يوصلك كل الاشعارات بالفيديوهات الجديده، ويا ريت بقى كل اللي بيتفرج على الفيديو لايكات كتير قوي عشان كل الناس تستفاد بالعرض. يلا نشوف بقى العروض اللي موجوده في نوفيل وكملوا معايا لاخر الفيديو. في بقى نقطه احنا حابين نوضحها بس كده، ان الخصومات العروض دي موجوده في كل الفروع، وكل البضاعه دي موجوده في كل الفروع، بس العروض بتاعه القناه 10% برده موجوده في كل الفروع. نستفسر بقى من حضرتك على النقطه دي، الفروع كلها عموما هيبقوا متبلغين بال 10%؟ متبلغين بال 10%. تمام. ويجوا يقولوا ان احنا تبع قناه شيماء الجوهري عشان يبقى معروف ان الخصم ده مش هياخده اي حد غير لما يقول تبع قناه شيماء الجوهري. هاند بلندر بكل تشكيلاته والالوان بتاعته. في التكوين ده معايا كبه صغيره، ومعايا مضرب البيض، ومعايا الهراسه بتاعت الهاند بلندر، القطعه بتاعت الهاند بلندر. طبعا دي ستانلس، دي بتتحط في الحاجات السخنه، لو جبتيها بلاستيك ما تحطيهاش في حاجه سخنه، البلاستيك دي هتبقى العصاير بس او تضربي حاجه على البارد، انما الستانلس انت بتحطيها في قلب الحله تضربي الحاجه السخنه على طول. تمام. ومعايا هنا الحامل ده علشان تعلقيه في الحيطه، بتثبتيه في الحيطه وتحطي الحاجات بتاعته المرفقات اللي معايا هنا عشان ما ياخدش منك مكان. وفي كمان كوبايه معياريه اهي، المعيار باين عليها. تمام. ممكن تعملي فيها العصير، تحطي فيها الحاجه بتاعتك وبالهاند تضربي، برده استعمالها حلو قوي. عندك دي، ده كده اهو قطع بتاعته اهي، واليد بتاعته نفسها جهاز واحد هيشغل لك كله. والكبه دي طبعا احنا عارفين بنفرم فيها بصل، ثوم، طماطم، بنعمل فيها حاجات كتير جدا. دي كده 300 واط معاها ضمان سنتين ب 524، حلوه جدا واستعمالها سهل وما تاخدش مكان في البيت. في كمان دوت، ده موديل تاني غير ده هنا 300 واط، ده هنا 200 واط، عليه ضمان سنه وده عليه ضمان سنتين. نفس التكوين، نفس الحاجات موجوده، المضرب والهراسه، بس الهراسه هنا شكلها مختلف بتاعه الهاند بلندر. تمام. والكوبايه المعياريه والستاند وكل حاجه. ده بكام؟ 357. بصوا انا عايزه اقول لكم برده الكبه بتاعته حجمها حلو قوي، نفس الحجم ده تقريبا، هو نفس الحاجات بس هو الوات بتاعه اقل 100 وات. تمام. بصوا ده بقى، ده اللي عندي في البيت عملنا بيه شغل العيد مع بعض، عملنا بيه البيتي فور والحاجات، يعني مش فاكره ايه تاني، بس عملنا بيه حاجات كتير جدا. انا هنا بفرم البصل، بيتفرم ناعم وما بيتعصرش، ما بتعصرش الحاجه، تقدري تحطي فيها ملوخيه، تقدري تحطي فيها حاجات كتير جدا، حلوه قوي وحجمها كبير، بتشيل معايا حاجات كتير. طبعا اليد اهي انا بستعملها في كل الغيارات دي، دي بتاعت الهاند بلندر بتستعمل في الحله على طول زي ما قلنا، ودي بتاعت البيض، ومعايا برده الكوبايه المعياريه. انا عايزه اقول لكم دي بقى انا مصوره بيها فيديو البطاطس، اختراع. بصوا دي تحطيها على البطاطسيه تطلع لك من كل الفتحات اللي هنا دي، حلوه قوي واستعمالها حلو قوي وسريعه. ومعايا كمان غيار القطعه دي بتطلع البطاطس شيبسي، وهنا بتبشر لك البصل او الجبنه الرومي او اي حاجه، معاها غيارات حلوه قوي وعمليه جدا. فوق كل ده بقى، ان انت عملتي حاجات هنا وهتركنيها شويه مش هتستعمليها، بتشيلي القطعه اللي فوق الغطا ده كده بتشيليه، وبتاخدي الاسود اللي تحت ده غطا وبتغطي بيه العلبه، انت ركنتيها كانها علبه حفظ، شلتيها على جنب لغايه ما تخلصي وصفاتك وحاجتك، تبداي تخلصي الحاجات مع بعضها. تمام. دي 800 واط ومعاها ضمان سنه ب 708، طبعا لسه في خصم ال 10%. في هنا كمان الكيتشن ماشين دي، بصوا دي بقى يعني كل عروسه لازم تحتاجها في بيتها، شايله كل حاجه، معاها الكبه بتاعه التوابل والمكسرات، معاها الخلاط بتاع الطماطم والعصاير، ومعاها الكبه اللي تقدري تفرمي فيها لحمه وبصل وحاجات كتير جدا، ومعاها الغيارات بتاعتها اهي محطوطه في علبه علشان تحافظي عليها ما تطيرش منك حاجه كده او كده. ومعاها كمان دي تقطع لك البطاطس مشرشره او صوابع البطاطس تقريبا، معاها قطع حلوه قوي. ودي كام وات؟
دي 500 واط ومعاها ضمان سنة 949 ولسه عليها خصم 10%. 10% على فكرة لما يتعمل لك عليها خصم هتبقى بسعر حلو قوي. في كمان مضرب البيض دوت، ده معاه العجان بتاعه، وطبعا في مضارب بيض لوحدها بس ده معاه العجان، بيتفصل من هنا وبتستعمليه مضرب عادي من غير العجان لو انت عايزة تضربي في حاجة، وممكن تستعمليه بالحلة بتاعته. معايا القطعة بتاعت العجان ومعايا القطعة بتاعت البيض، وفي كمان من ورا هنا في مكان بتحطي فيه الهاند بلندر، يعني هو شغال معاكي عجان، شغال معاكي مضرب بيض وكيك، شغال معاكي هاند بلندر. دوت 300 واط ومعايا ضمان سنه ب 415 برده من غير 10%. في كمان المضرب ده، ده جميل قوي، اه ده انا حاساه متين كده، شكله باين اصلا. الحله كمان بتاعته معدن وغويطه تشيل كتير، ومعاها الهاند بلندر برده حلوه قوي. الحاجات الزياده دي بتدي تفاصيل كده بتغنيك عن حاجات تانية تجيبيها. هو اهو معاه الهاند بلندر والعجان وسباتيولا علشان تشيلي الجناب اللي موجوده في الحله، وهو كله يعني هو الجسم بتاعه كمان ستانلس، هنا هنا بلاستيك اه بس ده ستانلس، وليه سرعات، ليه 5 سرعات اهو. والتربو اللي انت بتشيلي بيها، التربو اللي انت بتزودي السرعه بتجيب اخر واحده على طول، والزرار اللي بتشيلي منه بتغيري منه الحاجات دي. وبرده الهاند بلندر بتركب من ورا هنا، انا هوريها لكم في التاني. الهاند بلندر بتركب في كل المضارب من ورا هنا. ده 300 واط معاه ضمان سنتين ب 857. طبعا لسه خصم القناه انت ما اتكلمتيش فيه. في كمان الكبه الصغيره دي، دي ايدك ورجلك في المطبخ على طول محطوطه في الدرفه. لو مش عايزه تستعملي حاجات من الكبار دول، انت بتحطي دي قدامك في المطبخ، تستعمليها بقى في بصل، في بتحطي فيها مكسرات بصل، بتفرمي فيها اي حاجه انت عايزاها هي، بس هي الكبه بتاعتها صغيره طبعا للاستعمال اليومي، مش لاستعمال العزايم ولا الكلام ده، دي للاستعمال اليومي. معاها كاوتشه تحت عشان تثبت مكانها وانت بتضربي، انت بتضغطي هنا، هي هنا نظام ضربات كده معاكي، طول ما انت دايسه هي شغاله تشيلي ايدك تقف. دي 260 واط معاها ضمان سنه و229. في المضرب ده كمان، ده مضرب بعجان بالهاند بلندر، ده 300 واط ومعايا ضمان سنه ب 302. اوريكم هنا بقى عشان ده موجود في بقيه المضارب اللي باقيه كلها اللي احنا شفناها. من هنا انت بتحطي القطعه بتاعت الهاند بلندر، بتجيبيها وتركبيها هنا، طبعا بتشيلي ده وبتبداي تضربي كده. الهاند بلندر بيبقى من هنا، تبداي تضربي في الحله اللي انت عايزاها، الحاجه اللي انت عايزه تضربيها. تمام. نكمل بقى هنا الخلاطات بتاعتنا. في خلاط معاه المصفه بتاعته تصفي فيه، اذا كان بقى طماطم بتصفيها بالبذر بتاعها او جوافه او اي حاجه بتضربيها. دوت 400 واط ومعاه ضمان سنه ب 484 ومعاه 2 مطحنه، المطحنه اللي هي سكينتين ومعاها اللي هي ناحيتين وثلاث حاجات. دي كده 400 واط، قلنا 442 برضو. الاسعار دي كلها قبل الخصم. في ده شكله محترم كده، ده حلو قوي، 600 واط ومعاه ضمان سنه، ماشي، مطحنه ازاز اتنين زي بعض، دي فيها سلاحين ودي فيها سلاحين. والخلاط هو 600 واط ومعاه ضمان سنه ب 660، حلو قوي، مقيم كده جميل جدا. في بقى الاستانلس ده، ده جميل جدا برضو، هنا ازاز، ده الجسم بتاعه كله استانلس، وبرده المطحنتين بتوعه ازاز، هو 600 واط ومعاه ضمان سنه ب 707. هو شكله قيم جدا وشيك قوي، يعني هو لونه سيلفر في اسود كده، شكله شيك قوي، الالوان مع بعضها لايقه قوي. الحاجات دي بتبقى مهمه قوي مع ديكور المطبخ، لما بتيجي تختاري الالوان وحاجات بنتك بتبقى حلوه قوي. في بقى ده حلو قوي 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 قوي، اسمه نوفيل فروتي، ده 1000 واط ومعاه ضمان سنه ب 707. هو مش خلاط بس، هو معاه كبه كمان، كبه صغيره دي بقى اه لحمه وايه واي حاجه تقيله عادي. بصوا ده اصلا الموتور بتاعه 1000 واط، يعني ده قوي جدا. بصوا حجم الدورق بتاع الخلاط كبير، ودي كبه تقدري تفرمي فيها لحمه، تفرمي فيها فراخ، كفته، اللي انت عايزاها تعمليه فيها. انا اعرف ناس بيفرموا فيها، بيعملوا فيها الملوخيه، دي حلوه قوي. دي في المكنسه دي اللي هي بعلبه، بتقدري تشيلي العلبه اللي جوه دي، بتحط فيها الحاجات، بترميها وتغسليها وتحطيها تاني، بس طبعا بتنشفيها الاول. دي كده 2000 واط معاها ضمان سنتين، بدل 1159 نازله ل 999. عايزه اقول لكم عرض جامد جدا وحلو قوي، وكفايه ان انا باخد حاجه معاها فاتوره ضريبيه بتضمن حقك علشان الضمان والصيانه وكل حاجه. في كمان المكنسه دي ب 1042، دي 1800 واط ومعاها ضمان سنه. طبعا كل المكانس معاها التفاصيل الصغيره دي اللي انت بتجيبي بيها الاماكن الضيقه والحاجات دي، اه كل المكانس معاها الشغل ده. في كمان القلايه دي قلايه بزيت، بتاخد حوالي 2 لتر زيت. احنا هنا اه اه اه
احنا هنا دي كده درجات الحراره بتاعتها، وهنا هي الحاجات بقى السمك الايه دي، ده ايه ده استاكوزا، سمك واستاكوزا وفراخ وبطاطس، يعني انت بتحددي من هنا برضو بيعرفك هي انت بتستعملي فيها في ايه بالظبط. وهنا ده المؤشر بيتكد فيها تقريبا درجه الحراره وصلت لايه، ده التايمر تمام اوكي اهو. احنا بندوس على هنا بتفتح، مش هتضرب فوق، شفت قلت لك هتضرب فوق. هنا بقى الشبكه بتاعتها، بصوا الشبكه حلوه قوي، الحلقه بتاعتها بتتشال على فكره. او انا لا انا عايز اشوف دي بتلف او حاجه ولا هي كده تمام. بصي بصي الزرار اللي في اليد ديت حبيبها هتنزل تحت. هنا بقى الحله دي حله من التيفال، بصوا غويطه ازاي، انا مش هطلعها عشان الرف اللي فوق. الحله بتتفصل وبتغسليها، دي بتبقى سهله عليكي ان انت بتقدري تشيلي الزيت، وفيها علامات هنا تقدري تنزلي الزيت منها علشان ما يتدلقش منك، وكمان مربعه كده مش مدوره ليها زوايا تقدري تتحكمي فيها برده، بتنضفيها وبتحطيها تاني. والشبكه بتاعتها اهي كمان الغطا بتاعها ممكن يتشال. اه بصي انت هنا الغطا بتاعها كمان ممكن يتشال علشان النظافه بتاعتها، هنا في الفتحات بتاعتها تقدري تغسليها، انا بعملها بفرشه سنين كده، عامله لها فرشه مخصوص عشان ادخل اجيب التفاصيل اللي جوه دي. انت هنا كده بتصفيها بعيده عنها علشان تبقى بعيده عن الزيت كده. انا نزلت الشبكه جوه خلاص في قلب القلايه تمام، بقفل عليها وبحدد درجه الحراره اللي انا عايزاها، بحدد درجة الحرارة اللي انا عايزاها من هنا. دي بقى بكام؟ دي 1800 وات، معاها ضمان سنة ب 910، طبعا غير خصم 10%. الهوائية الحلوة قوي اللي هي ما بتاخدش غير معلقة زيت واحدة. هنا من فوق الجزء ده كده شفاف، انت بتحطي الحاجة جوه، تعالى المعلقة اهي اللي انت بتحطيها، بتمليها زيت وبتحطيها، طبعا هي معاها الملحقات بتاعتها، بنشيل دي، هتحطي البطاطس بتاعتك او السمبوسه او اي حاجه انت عايزه تحمريها بتحطيها، وبتاخدي معلقه زيت وبتحطي معلقه الزيت بتاعتك، بتحطي الحاجه وبتقفلي وبتحددي البرنامج بتاعها وهي بتفصل لوحدها. طبعا فوق اهو الشبكه بتاعتها، مكان التهويه بتاعها، اه وفيها فيها سخان من فوق، والهيتر بتاعها، ودي علشان لو هتسوي حاجه، اه دي عشان الشوي لو هتسوي حاجه عليها. هي كمان فيها برنامج للزبادي، تقدري تعملي فيها زبادي فبتحطيها وتظبطي وبتشغل لك. انا عايزه اقول لكم انا شايفاها عمليه جدا، انا نسيت المعلقه معايا، شايفاها عمليه جدا وحلوه قوي. كام دي بقى؟ دي 1500 وات، معاها ضمان سنتين 1777. حكايه بقى دي كده، يعني اعملي عليها كل حاجتك بنظافه، من غير دخان، من غير حاجات كتير، معاها الغطا بتاعها علشان كمان تسوي بسرعه. بصوا ما شاء الله تقيله جدا، اللي جوه ده جرانيت ضد الالتصاق. التضليعه اللي هنا، يعني هنا مسح ساده وهنا مضلعه، التضليعه اللي هنا بارزه جدا، عاليه جدا، يعني بارزه كده بسمك حلو ان انت تديكي التضليعه في الحاجه اللي انت بتعمليها، ستيك بقى، فراخ، اي حاجه انت بتعمليها هتديكي التضليعه بتاعتها، جميله جدا. الغطا بتاعها بايركس، وفي كمان فتحه هنا صغيره عشان تخرج البخار اللي جوه، بتساعد طبعا الغطا ده بيساعد الحاجه على ان هي تتشوي كويس، تقدري تشوي عليها اللي انت عايزاها، برجر بقى، كفته، فراخ فيليه، فراخ بعضمها بعضمها، يبقى هتقفلي الغطا علشان تضمني ان هي تتسوى صح تمام. دي 1500 وات ومعاها ضمان سنتين ب 655. طيب هنا بقى المفرمه دي حلوه قوي وسعرها تحفه جدا جدا جدا. دي مفرمه لحمه معاها غيارات للسجق، وبتفرمي طبعا لحمه، اه تقدري تعملي فيها بسكوت، بس طبعا الغيارات بتاعت البسكوت الوش ده بتجيبيه من بره، بتحطي اللحمه من هنا وبتزقي بحاجه بدي، ما تحطيش، اوعي تحطي ايدك ابدا، هنا في حاجه مخصوص بتزقي بيها، لان الحاجات اللي بالكهرباء دي خليكي حذره فيها قوي. بتزقي من هنا طبعا، الحاجه ليها بقى سرعات، هنا الحاجه اللي انت بتفرميها بتنزل من هنا. دي 1600 وات معاها ضمان سنتين ب 909، برده يا جماعه السعر قبل الخصم اوعوا تنسوا. دي علشان تقفل على الجزء اللي انت بتركبيه ده، تقفلي تربطيها بيه، طبعا الكراسين بتاعتنا بتاعت الحاجه اهي واحنا بنصور كده باينه. في كمان مكنه الزبادي دي معاها 7 كوبايات، عامله زي البطرمانات كده صغيره، كل الغطا مختلف بلون عن الثاني، حلوه قوي. وانت هنا بتظبطي الجهاز بتاعك من هنا اوف واون، وهو بيشتغل لوحده اوتوماتيك، عليه الكرتونه بتاعته، معاها
كتيب صغير كده يعرفك ارشادات الاستعمال تستعمليها ازاي. دي ب 449 معاها ضمان سنتين. حلو قوي. كم وات؟ 18 وات. في بقى دي، بصوا دي حاجه كده يعني انا بصراحه بحترمها جدا. دي تفرم فيها، بتطحني فيها، بتطحني فيها بن. بصي حلوه قوي يعني اهي. بصوا هي من جوه اهي، بتحطي فيها اللي انت عايزاه وبتقفلي اهي وبتشغلي. دي 200 واط معاها ضمان سنه ب 304، برضو عليها خصم 10%. في بقى الكبه دي، دي كبه 600 واط معاها ضمان سنه، بتفرمي فيها لحبه، بتفرمي فيها حاجات كتير جدا، برضو عمليه جدا. دي تقريبا في كل بيت موجوده. دي ب 537 وطبعا عليها الخصم بتاعنا. السخان ده عين واحده، ده 1500 واط ومعاه ضمان سنه ب 302، ده عين واحده. في بقى حاجه زيه بالظبط بس اتنين عين، واحده كبيره وواحده صغيره. ده 1250 واط، 2250 واط ومعاه ضمان سنه ب 470 جنيه. 470 وهو اتنين عين، ده حلو جدا. العجان اللي انا جبته بلاك اند وايت، هو حلو انا ما بقولش عليه اي حاجه وحشه، ونفعني ومش مستغنيه عنه. بس بعد ما جبته ناس كتير سالتني نجيبه ولا نجيب حاجه تانية يا شيماء، انت ما استعملتيه لقيتيه ايه؟ ضرب البيت ظروفه فيه ايه؟ لا ضرب البيت فيه زي الفل، بيجيب كل حاجه من تحت وكل حاجه. بس انا عايزه اقول ان انا لما اشتري حاجه ب 2150 وفي حاجه زي نوفال فرق مش كبير قوي يعني، وازود عليه كمان خلاط ده بايركس، وازود عليه كمان دورق للخلاط بايركس، وكمان كبه، وكمان يعني طبعا بالماتور عشان دي عجان هقدر اعمل هنا تلج لان ده بايركس، يعني امكانيات حلوه قوي ويعني والفرق بسيط جدا. فطبعا انا عن نفسي انا لو كنت اعرف ان في نوفال الاول وبالسعر ده وبالامكانيات دي والله انا كنت جبته على طول. طبعا يعني كل واحد ونصيبه، بس انا بقول لكم علشان العرايس اللي سالوني، في عرايس قربوا يتجوزوا على العيد فبيسالوا. انا رايي نوفال ممتاز جدا. ده سعره بعد العرض ب 2000، ده 1200 واط يا جماعه، يعني هم لو عايزين يزعلوني مش هيعملوا فيا كده بصراحه. حلو قوي. الحله هنا الساعه بتاعتها جميله، بصوا انا مش عارفه عارفه انا عشان الحاجه اللي فوق خايفه. طيب بصوا بقى، ده اكبر من اللي عندي، مضرب البيت بتاعه ده اكبر من اللي عندي، والحله نفسها حساها اكبر كمان. هي كام؟ حوالي 2 كيلو، تشيل 2 كيلو. تشيل 2 كيلو، دي تشيل 2 كيلو، انا عندي تشيل كيلو ونص تقريبا. تمام؟ ومعايا بصوا ده معدن ولونه اسود، انا اللي عندي لونه فضي زي ده كده، ده لونه اسود طبعا مدي شياكه حلوه قوي. كمان دوت اللي هو الكف، احنا متفقين الكف ده للبسكوتات، الحاجات دي الكف للبسكوتات. المضرب اللي هو بتاع البيض ده العجين الكيك والكريمات والبيض، ده للحاجات اللي عجنها تقيل. الدوده دي اللي هي عجنها تقيل، معاه طبعا الخلاط بتاعه. طبعا انا هقفل تاني. تمام. السرعات بتاعته من هنا معاكي لغايه 10 سرعات، انت متخيله؟ ادي كده 10 سرعات بلس دي اللي انت بتدوسي بتزودي سرعات على طول، يعني بتيجي السرعه العاليه على طول، صح؟ هنا بتدوسي لازم مثلا واشغل بقى هنا. تمام. لازم الف يعني البكره هنا على زيرو، لا لازم اوقفها على اي رقم من دول وادوس عشان اقدر ان انا اجيب اكتر اعلى حاجه على طول. تمام. احنا طبعا احنا شفنا دلوقتي انا لما حبيت ارفع الجسم اللي هنا دوست على دي لتحت علشان يترفع. هنا قلنا ده بايركس يشيل ده 1000 لتر ونص، ده كده لتر ونص، والكبه بتاعته حجمها مناسب جدا حلوه قوي. وفي كمان منازل معايا كبه مطحنه، على فكره انا زعلانه، نازل معايا مطحنه حلوه قوي برده. بصوا ليها غطا من فوق عامله زي البرطمان كده ولا البطرمان، حطيها طبعا مكان الخلاط مش كده؟ مكان الخلاط بتحطي فيها. ودي بتاعت ايه الحاجات دي؟ طبعا هي لو مش عاوزه تشغلي دول بيقفلوا السويتشات. طبعا في حاجات هنا للامان انت مش تقدري تشغلي ده وده وده مع بعض، فلما هتشغلي العجان هتشيلي دول، هتشيلي دول مش هتسيبي مكانهم مفتوح، لازم تقفلي مكانهم، ده صمام امان، بتسمعي تكه معينه وانت بتقفلي علشان خاطر الحاجات دي تتقفل والعجان يشتغل معاكي. طبعا قيسي على كده بقى الحاجات الباقيه كلها، هتشغلي الدورق بس الخلاط، هتحطي اللي هنا لازم برده تقفلي علشان خاطر التكه بتاعته تسمعيها علشان خاطر تقدري تشغلي الخلاط برده، والدورق نفس الحكايه، والقصدي والكبه نفس الحكايه. ده يا جماعه سعره 2000 جنيه بعد الخصم، 1200 واط. هي دي بتاعت البيت؟ دي دي حفاقه. معانا بقى المفرمه دي، بصوا المفرمه دي فيها سكينتين، هي كبيره جدا
وفيها سكينتين ومعاها غيار. طبعا بنشيل الاسلحه اللي جوه دي وبنحط دي بتضربي بيها البيض، تقدري تحطي فيها بيض وتضربيه بيض مع خضره، الحاجات دي بتبقى سهله كده. الوات بتاعها 400 حلو قوي، معاها ضمان سنه بدل 460 جنيه 399 جنيه. سعرها حلو جدا وحجمها حلو قوي، وعايزه اقول لكم يعني شغلها جبار حلو قوي، ايدك ورجلك في المطبخ زي الصغيره كده ما هي شغاله على طول ما بنريحهاش. برده دي نفس الحكايه، وبرده بتشتغل بنظام النبضات تمام، حلوه قوي وسعرها حلو والاكسسوارز بتاعتها حلوه، وكمان الجهاز بتاعها اللي فوق تقيل. طبعا ما ننساش الضمان بتاع نوفال حلو قوي. في كمان هنا في العصاره دي، بصوا شياكتها، طبعا انت بتعصري والبرتقال بينزل تحت هنا، وهنا في الفتحه بتنزلي بيها. دي 40 واط ومعاها ضمان سنه ب 228 تمام. هي دي بتلف معاكي لما بتشتغل بالكهرباء بتلف، ودي صفايه انت بتضغطي عليها كده بالبرتقانه او بتمسكي البرتقانه بايدك وبتضغطي، هي بتيجي بنظام الضغط اهي، ليها تكه كده هي بتلف معاكي وبينزل العصير هنا. طبعا كل ما تتملي لو انت عايزه اكتر بتصبي من هنا وبتحطي غيره تمام، وهو بيتشال الجزء ده اهو، بيتشال بيتغسل وبتحطيه تاني ده برده. ولد حلو قوي باينه، بصوا كده دي كده صفايه، دي عصاره برده، دي 40 واط. هي دي كام واط؟ دي 40. دي 40 واط. انت من هنا بتحطي البرتقانه بتاعتك، الصفايه بتاعتها نفسها استانلس، بصوا الصفايه استانلس وبينزل هنا، وفي هنا بص كده قرب، في هنا فتحه صغيره بينزل منها العصير علشان ينزل لي في الدورق اللي تحت ده. فكرتها حلوه قوي ونظيفه كده في استعمالها من غير بهدله، وجميله جدا وسعرها حلو قوي. يعني دي ب 228 ودي ب 259، ودي حاساها حلوه قوي جميله. طبعا كل ده ومعاهم لسه الخصم بتاع ال 10% بتاع القناه. ما ننساش يا جماعه، اوعوا تنسوا اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس واعملوا لايك، علشان كل اللايك مهم جدا في الفيديوهات بتاعت نوفال علشان كل الناس تستفاد بالعرض. في كمان الخلاط ده زي الخلاط اللي احنا صورناه بصفايه، ده زيه بالظبط بس من غير صفايه ومعمول عليه عرض. دوت 400 واط ومعاه ضمان سنه وبدل 482 ب 379. ده معاه ضمان سنه من غير الصفايه وده معمول عليه عرض. التاني من غير العرض هقول لكم على سعره. التاني ب 482 و 400 واط. في بقى الكيتشن ديت حلوه قوي وحجمها كبير جدا، فيها تفاصيل كتير قوي اكبر من الحاجات اللي شفناهم جوه. انا بصور لكم من الباترينا دلوقتي، طبعا مش هينفع يطلع لي كل دي ما شاء الله كبيره جدا، كفايه انا خليته يطلع العجان ديت كده 1000 واط معاها ضمان سنتين نازل عليها، هي سعرها الاصلي 2150 نازل عليها خصم 1799. دي عباره عن ايه بقى؟ دي عباره عن كبه كبيره اهي، دي بتاعه اللحوم بتفرمي فيها كل اللي انت عايزاه، وكمان فيها مضرب بيض انا مش عارفه اهو، بصوا المضرب طبعا بتشغلي بيلف ياخد لك الكبه كلها. عايزه اقول لكم الفكره دي عمليه جدا جدا بتغنيكي عن حاجات تانية كتير، يعني ده كامل كده مع نفسه متكامل، هو فيه كده مضرب بيض ومعاه الغيارات بتاعته موجوده ورا دورق الخلاط، ورا العلبه اللي ورا دي فيها كل الغيارات بتاعته والمبشره والسلاح بتاع الشيبسي والسلاح بتاع البطاطس الصوابع وكل حاجه، وبرده معاه اهو الاسباتيولا بتاعته تمام، وفرم على المطحنه الصغيره بتاعت التوابل والسكر دي. وفي بقى هنا دي برده حلوه قوي قوي، دي كده دي بتاعت العصير بتعملي فيها العصير، وهي الحنفيه بتاعتها تحت بتنزل لك العصير من هنا، جميله جدا ومعاها الصفايه جوه، وبصوا يعني حلوه قوي 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 قوي، جميله وعمليه جدا بصراحه. انا شايفه ان الجهاز ده لقطه وسعره حلو قوي. بصوا بقى في الميكرويف ده، الميكرويف ده 900 واط، عايز اقول لك شكله شيك قوي حلو قوي، ده 900 واط ومعاه ضمان سنتين ب 1927 نزل عليه خصم ب 1649، حلو جدا جدا جدا. وحجمه انا مش شايفه هو مكتوب عليه كام لتر، مش مكتوب على التيكت اللي عليه، بس هو حجمه حلو قوي. في الفرن ده يا جماعه بقى للي نفسهم في فرن بلت ان، ده ممكن يأتي بالغرض، ده شكل البلت ان بالظبط لو حطيتيه في قلب المطبخ كده في الحيطه، حلو قوي وحجمه كبير يشيل صواني كبيره، يعني تقدري تعملي فيه ديك رومي، عايزه اقول لكم حلو قوي.
ده 63 لتر، عايزه اقول لكم كبير جدا، مكتوب عليه فرن كهربائي شيف، يعني استعمالات شيفات يعني حلو قوي. الجسم بتاعه من جوه الومنيوم، معايا في مروحه وفي شوايه ولمبه وفي تفاصيل كتير جدا. ده 2200 واط ومعايا ضمان سنه، و 1369 طبعا لسه عليه الخصم 10% بتاعنا، ما تنسوش تطلبوه. في بقى ده الصغير بتاعه برضو، انا عايزه اقول لكم حجمه حلو قوي، يعني هو مش بقول صغير عشان هو لا هو صغير بالنسبه للتاني، التاني اللي هو اللي كبير جدا. دوت كده 2000 واط ومعاه ضمان سنه، ده 50 لتر، التاني 63 معاه ضمان سنه و 2000 واط 1266، حلو قوي. معاه مروحه ومعاه شوايه وفي لمبه، وطبعا شغال فوق وتحت وشبكه وصينيه ومعاه صاج اهو وشبكه، يعني حلو قوي بصراحه. وهنا هيفيدوكوا اكتر مني لما تيجوا يقولوا لكم كل التفاصيل عنه وكل حاجه. طبعا مرسوم عليه هنا ان انت تقدري تعملي فيه بيتزا، تقدري تعملي فيه كيك اهو كمان، دي حلوه قوي، مش كلهم بنعرف نعمل فيهم كيك، وبيقول لك درجه الحراره بتاعتها قد ايه، وتشوي فيها همبرجر، بتعملي سمك وفراخ ولحمه، بتعملي فيه كل حاجه. هو الفرن انت بتجيبيه فرن بوتاجاز بتعملي فيه كل حاجه. دي اول مكوى، كل دول كده هما بخار، دي 2200 واط معاها ضمان سنتين، دي عليها ضمان سنتين ب 376. الاسعار اللي هنقولها دلوقتي عليها 10% خصم، بس لازم تقولي ان انت من مشتركين القناه، قناه شيماء الجوهري. طيب وفي كمان اللي ورا دي اهي، دي برضو بخار، طبعا كل واحده ليها تصميم مختلف عن الثاني، 2200 واط برضو ضمان سنتين 422. طبعا انت لما تيجي هيشرح لك ده بتاع ايه وده ايه وده ايه، وهنا بتحطي الميه، هو هيشرح لك كل التفاصيل دي، هيساعدك تختاري انهي واحده في دول. احنا دلوقتي بقول لكم الوقت وبقول لكم الاسعار وبفرجكم على الموديلات. وفي دي كمان، دي 2000 واط معاها ضمان سنه ب 316. وفي اللي وراها اللي هي على الموف اللي ورا ديت، دي 2200 واط ب 410 عليها ضمان سنه. وفي برده اللي ورا دي شكلها شيك قوي، عامله زي العربيه الفاميلي دي كده، حلوه قوي. دي 2000 واط 396، تمام. وفي اللي لونها اخضر ورا ديت 345، 2000 واط، كل واحده ليها تصميم مختلف عن الثاني. الاخيره اللي لونها لبني دي، دي عرض خاص بقى، دي عليها عرض طبعا خارج ال 10%، دي عليها عرض بدل 328 ب 299، دي 2000 واط وعليها ضمان سنه، دي طبعا ما عليهاش ال 10% لان هم عاملين اصلا عليها عرض. في بقى دي كمان، دي كام واط؟ دي 1200 واط، دي الحاجات الخفيفه، اذا كانت طرحه بلوزه شيفون، الحاجات الخفيفه اللي ما بتحتاجش ضغط جامد، معاها ضمان سنه ب 202، دي حلوه قوي لاستعمال الحاجات الخفيفه البناتي دي. في بقى دي المكوى العاديه بتاعتنا اللي كلها كانت في بيوتنا، كلنا كانت في بيوتنا، دي ب 245، 1000 واط معاها ضمان سنه. نيجي بقى على الكاتل، الكاتل هنا في تشكيله جامده جدا، يعني مش هتشتري من بره وهتحتاري من كتر الحلاوه بتاعتهم. في الكاتل الابيض العادي، من جوه من بره بلاستيك وجوه بلاستيك برده، بس طبعا القاعده اللي تحت ستانلس، ده معاه ضمان سنه و1200 واط وب192، ده ياخد ده لتر، ده لتر ده كده لتر، تمام. وفي الاكبر منه شويه، ده لتر و7، ده 237، 2000 واط، وليه قاعده كده بارزه لبره شويه، والمفتاح بتاعه من هنا، شكله شيك قوي. وهنا بتفتحي الغطا بتاعه من هنا، شكله حلو قوي. ده 237 قلنا عليه 2000 واط. في كمان ده شكله كده بومبي شويه، ده 1800 واط ب 304 مع ضمان سنه. التفاصيل دي بتفرق، والقعده بتاعته شكلها شيك وقاعد كده، شكله حلو قوي. في كمان الاسود دوت، ده من هنا بلاستيك وبرده من جوه هنا بلاستيك، والقعده تحت بتبقى ستانلس اهو، بصوا. وفي المؤشر بتاعه من بره بيحدد لك انت مليتي لغايه فين، ده كده 2000 واط ب 235 مع ضمان سنه. في بقى كمان ده الصغير بتاع ده، دوت 1500 واط بدل 273، معمول عليه عرض 229، طبعا ده خارج ال 10%، ده معاه ضمان سنه. وفي كمان الكاتل فايركس ده تحفه، حلو قوي. ده انا عندي بصراحه بستعمله في البيت،
الليزر بتاعه من هنا بينور بقاله اكتر من سنه الليزر بتاعه ما فصلش. انا لو جبت اي ماركه تانية وانا فعلا قبل كده جبت ماركه تانية الليزر شهر شهرين وفصل مني، لكن ده شغال على طول متواصل. ده 2000 وات ضمان سنه ب 305. ده برده بلاستيك من جوه ومن بره. ده 2000 وات ضمان سنه ب 240 جنيه. ده حلو قوي تمام. وفي الاكبر منه، ده اكبر منه ورا، ده بياخد 2 لتر، ده بياخد 3 لتر، ده 260 جنيه، ده سعره 260، 2000 وات ضمان سنه. كل الاسعار اللي احنا بنقولها دي عليها خصم 10% لمتابعين القناه. لازم تيجي تقولي ان انت تبع قناه شيماء الجهلي. وفي الكاتل ده كمان، ده شكله حلو قوي عامل زي الحاجات التركي، 1200 وات مع ضمان سنه 263 جنيه. ده ينفع لمكتب بتحطيه في الكوفي كورنر، يعني استعمال كده، في ناس تعمل كوفي كورنر في طرقه في مكان جانبي غير المطبخ، ده كده سهل قوي تحطيه، حجمه صغير مش كبير. في كمان ده الكبير بتاعه برده شكله حلو قوي، ده معمول عليه عرض خارج ال 10%. ده 2000 وات مع ضمان سنه سعره 300 وبعد الخصم 279. المراوح بتاعتنا عايزه اقول لكم شكلها شيك قوي ومحطوطه وقيمه. طبعا انا مجربه حاجات نوبل في الحاجات دي برده حلوه قوي. دي كده 58 واط معاها ضمان كل المراوح، معاهم ضمان 5 سنين. 5 سنين دي يعني انا واثقه في المنتج بتاعي ومديه ضمان بقلب جامد تمام. دي كده 3 ريشه وسعرها قبل الخصم 464، ونزل بقى عليها سعر جديد حلو قوي. عايزه اقول لكم في فرق حلو قوي، 399 عاملين خصم جامد جدا عليها. دي 18 بوصه على فكره تمام. دي 3 ريشه. بصوا هي عموديه عاليه جدا، طبعا تقدري تطولي وتقصري زي ما انت عايزه. في كمان دي 5 ريشه 70 واط برضو عموديه كده، معاها 3 سرعات، كلهم معاهم 3 سرعات. دي سعرها 555 قبل الخصم، لسه عليها الخصم بتاعنا. في بقى الكيوت دي ممكن الاوضه كده لمكان صغير، دي حلوه قوي برضو. دي 50 واط معاها ضمان 5 سنين، نزل عليها عرض بدل 401 349. عايزه اقول لكم هي شكلها كيوت قوي وحلوه كده في اوضه البنات. بقى المبرد ده نوفال، عايزه اقول لكم سعر حلو قوي وعملي جدا. احنا بنحط هنا القاروره، هنا بنحط القاروره بتاعته، وهنا طبعا السخن والبارد، وهنا بيبين لك الكهرباء واصله له ولا، عشان تبقي قاعده عينيكي شايفاه ومطمنه. وهنا دي مكان للحفظ، هنا بتحفظي فيها بقى ازايز المايه الصغيره، الكنزات، يعني اي حاجه بتحفظيها فيها كده. حلو قوي، عايزه اقول لكم سعره حلو جدا. لما اشتري حاجه زي دي نوفال 670 واط ومعاها ضمان سنه ب 1955 ولسه عليها ال 10% بتوعنا، 10% بقى مع ال 1955 نعمل خصم جامد جدا. في هنا كمان الشفاطات، ده الشفاط اللي هو من غير شبكه. طبعا دي الاسعار بالمقاسات اهي، ده الاسعار اللي هو من غير شبكه بالمقاسات بتاعته، وهنا الاسعار اللي بالشبكه بالمقاسات بتاعته. هنا بقى شفاطات الازاز، دي اللي بتحطيها في الشبابيك الازاز. ده كده ب 254 25 واط مع ضمان سنه. ده شفاط ازاز، ده الحجم الكبير وده الحجم الصغير بتاعه. الحجم الصغير ب 202 20 واط ومعاه ضمان سنه، ولازم كل حاجه يبقى عليها اسم الشركه يا جماعه، والفاتوره الضريبيه ما تنسوهاش عشان الضمان بتاعكم، وجربوا الحاجه قبل ما تمشوا. هسيب لكم الفروع في صندوق الوصف والعناوين بالظبط بارقام التليفونات وارقام الصيانه، هسيب لكم كل حاجه بالتفصيل في صندوق الوصف. صندوق الوصف ده مثلث صغير على الشمال، بتدوسي عليه هيظهر لك كل التفاصيل اللي احنا بنتكلم فيها. العروض موجوده قلنا في كل الفروع، ال 10% برده موجوده في كل الفروع، صح يا استاذ سيد؟ مظبوط كده، كل الفروع موجود فيها الخصم ال 10%. تمام، بس لما تيجي لازم تقولي ان انت جايه من قناه شيماء الجوهري علشان تاخدي الخصم، محدش تاني هياخد الخصم غير لما يقول شيماء الجوهري، لو سمحتوا اكدوا وانتوا نازلين. دلوقتي الفيديو بتاعنا خلص، اتمنى الفيديو يكون عجبكم واتمنى اكون فدتكم. انا عارفه ان العيد جاي وفي عرايس كتير بتجهز وكل واحده عايزه تجيب لبنتها احسن حاجه، وانا فكرت ان اجي نوفال اسعارها كويسه جدا وما تقلش جوده عن اي منتج تاني. ده طبعا مع تجربه شخصيه معايا، انا مستعمله منهم كذا حاجه، عشان كده فكرت في الناس اللي عايزين يجيبوا حاجه واللي عايزه تجيب حاجه حتى الحاجه بتعيش معاكي كتير. يا ريت اللي بيتفرج على الفيديو وعجبه الفيديو ما ينساش يعمل لايك ويشترك في القناه ويفعل الجرس، ولايك كتير قوي عشان الناس كلها تستفاد بالعروض. باي باي.